هذه وسط البلاد راه شفتها لامبادوزا جملة، هذا هو وسط البلاد في روما، نهج روما. ياكم زوج توينس هذوك، امان الله وجوزيف. انا التعريف برشا عباد راهي تعرفني ولد لامبادوزا تعرف. ورماي انتم هنا اخي خمس سوايع على تونس في البحر، ثلاث سوايع ونص احنا كان نايت وتو يوسف مولا. خاصة انت يوسف صفاقسي، يعني صفاقس هنا يا اخوي خطوة. من هنا المستير ثلاث سوايع ونص بالضبط. من هنا المستير ثلاث سوايع ونص. لا بصحيح. وانتم يعني تعيشوا هنا نورمال عادي؟ خبز عادي يا خويا. باهية يعني مسكنتين ما خير من برشا بلايص خويا. تشوف خير من برشا بلايص. معشيري وعايش امريكا لو ماكش مستحق. هنا توا انتم حسب ما شفت انا بطبيعة الحال ما لازمش نقول برشا حاجات. اما يا خويا تخدموا ما شاء الله وترفسوا يتعكعكوا من الاخر. اي تعكعكوا يا خويا تعكعكوا. بالرسمي عكعكوا بالضبط زاد شفت يعني نخدم اللي يخدم في ميلانو واللي يخدم في روما صدقني ما يصورش الشطر اللي يصوروا فيه هما. يعني نورمال بقلاله تقعد هنا تخدموا تعمل راس مال وتطلع لفوق تعمل مشروع ولا في البلاد ولا ولا الله اعلم وين. كمان هذوما نورمال ماشيين هذوما اللي خرجوا من البلد. هذا هبطوا تو هبطوا تو. هذوما هبطوا سي مادام هبط سلعه سي. سي خاطر مادام نشوف كاميون هكا راه هابط من راه خارج من البابور. رمضان انا فما عباد تستنى في شقان فطن برا هي لما حالو عرفتها في المجموعه نتاع الكراف في اخر الوقت. جو رمضان جو رمضان وما ثم مسلم كان انا وياه راه هذه الكنيسيه يعرفوها برشا الحراقه. ماني قلت لهم قبيله هذه الكنيسيه وين يتلموا الحراقه على الويفي. ما شفت عليك برشا مصورين كل تشوف امراه بالسفسالي عرفتها الزمنيه هذه الكنيسيه وين خويني يتلموا الحراقه على الويفي. على الويفي هنا مسيبين الويفي يجيو هنا يكلموا صارت فيها واش عباد خيطت فيها يكلموا ديارهم. وين المراه بعيده برشا؟ هاي لهنا هاي نزربوا بلا نزربوا نزربوا. كلمت بلال مش جاي. نو وصلني هو يعني مش يجي قال لك مازال عنده شويه خدمه ويجي. لا هو غادي يعني هو غادي. هذا بلال جندوبي عكعك تعرف في كيرانات شريهم في لامبيدو. الطفله هذه شفتها خمسه مرات هذه ولا سته مرات. بديت تتحرك شويه توريست جاي. فهمتني؟ هاي خويا هذي هاي شوفها صوروها من هنا. هذي عندها مقصد المرأة بالسفسيري ولدها في دهب. شوف لامبادوزا هاي يا اخوي كلمتك لتونس وكلمتك لتونس وخلينا نقصوا كلمتك لتونس. سلموا على الناس الكل سلموا على الاولاد الحومه خويا وان شاء الله ربي يوصل العباد اللي تحب تجي توصلها سالمه وبطبيعه الحال نقولوا راهو ريسك وموت ولا تموت و90% مرواح 95% مرواح 95% مرواح وريسك موت يعني من الاخر. يوسف يا خويا ربي امام واللي يجي خويا يعرف ايش يعمل ويبعد على الخلطه ويبعد على العباد يبعد على الريسك جمله فهمت. توا انت من الله ويوسف من لامبادوزا تنصحوا العباد يجي ولا نقول لهم سايب عليكم؟ يا خويا ايجا بعقليه ايجا بعقليه ما تجيش بعقليه البلاد وبرا ايجا. ركزوا لي على الموت يرحم والديكم راكم انتم تشوفوها العباد هنا تموت كل يوم اصحابي. لا الفيديوهات قاعده تهبط قاعده توصل يعني تدخل انت في بالهم يعرفوا كل شيء. ما تنجمش تقول له ما تجيش ولا هو قبل ما يطلع في شقف عارف روحه اللي هو ماهوش يوصل جمله فهمت. اما يقول لك انا ميت في تونس ولا ميت في فهمت. انا صورت راني في وسط البحر تو نوريهم في قلب البحر صورت برجوليه
يمين وخيب رجولية ماما مية زرقة والسماء زرقة. أقسم بالله العظيم راهم المشكلة فيها شفتهم يبدوا في البر يبدوا متشجعين يوصل البحر اللي يبدأ يشوف يروح يموت ساي ما عادش فيه لعادي نجم يخدم لعادي نجم يوخر. ما نحن شعب عنا القلب وعنا المخ. اسمعني تعدينا به الموضوع هذا الناس الكل خويا واللي في البلاد زادا مايش باش موش باش يتقنع يقول لك علاش ما سمعتش انت الكلام وقعدت انت في البلاد وفهمت. لا لا طريقة اخرى دي ما نقولش انا ما تجيش يعرف وين تحط ثقيل يعني 8 مليون الحرقة وبتسعة وبعشرة بيت حرقت ب 12 مليون اسحابي 12 مليون تخرج بفيزا تخرج في سكادة تخرج في بابور كبير يعني انا راني كونتر هذوك ماك الشقف يعني وزدم على بحر يعني تو وليت كونتر اما مانيش كونتر الهجره يا ولدي كل احرق باي طريقه اخرى زيد راه زيد تشوف يا دي موت برجوليه انا شفت تعبي شفت تعبي زرقاء منفوخه موت اصحابي راه اقسم بالله العظيم في قلب البحر انا واحد من الناس شيء يوحش الله يرحمهم كل واحد وحكيته وكل واحد وقصته وكو ما تم حتى واحد جاي لهنا ظروف فهمت ظروف لكن خزده ظروف ما يكونش اناني خما في امه في اخته في ابوه في العباد اللي يحبك يموت هو الموعود راهي فما... الانيه التاليه مش جن الموعود راهي لكن شفتها من الله فما تو 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 فما ام في تونس مسكينه تصيم ليل ونهار وتجي ترقد تجي تتكلم ما مصدومه ولدها مات ولدها مات عنده 20 يوم مصدومه للتو امه واحد ما يكونش اناني يا صحابي يخمم في يخمم في ابوكم زاد اكيد خويا تو انتم هكا وصلت نو انت نو انت من الله ما جيتش حاره ما جيتش حاره انت جيت بفيزا ومرك واضح ماخذ يجي 6 ولا 7 فيزاوات شفتهم البارح مرتين يوسف يعني جاء حارق ومرتين لكن كيف ما ظاهرت له اللي هو عنده اللي دهونته ماتوا مثلا وبرشا اما هو وصل الحي تو كيف ما نحكي كيف ما نحكيه مع هو حي راهو فما غيره ميت وما غير خبر ما غير حتى شيء الف خويا ربي الزورات والحرقه الزورات واسمع ولي كاتب له ربي اسمع هذيك الموت راه واحد كاتب له ربي لكن واحد الماء باش تجيب لكن لو لا تلقوا بايديكم للتهلك اخويا يرحم والديك تعيش روحك ما تجيش با اخويا يرحم والديكم هذيك المراه نعاودوا نرجعوا لها ونختموا بها ام السفساري اوبا ام السفساري والسلام عليكم من لمبادوزا لا جد يحكم في زمان اطلع 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 وزمان اليوم محتار هو اللي ما كان يذيب يا ويلو سير بيه لمركب بلا قبطان مركب بلا قبطان يا خونا كل وين تروح الغربة صايبة يا خونا نحكي لك عليها مجروح مجروح وما لقيت دوايا لو وجدت عليه السنين تمنيتك يا امي ما بعدي توسيني مولد رمضان صغري لجرح يمي ما واليوم نسيتو وتجي لفرح يمي ما كنا سنعيشو ما تخمم يا لأمي ما ولدك شد ثنيتو نرجع نسيك لجرح ويزي ما اللي ريتو ربي عالم بحوالي قداش انا نقاسي زاد معلم وجاني ما باش نحسن حالي غصة في قلبي يوم مشيت وخليتك ويجيك يوم يمي وتفرح بوليدك